اشتري صوبات نحن بعالم تشتري ما تفرق معاها وبعالم تفرق معاها، يعني اليوم الصوبات معاك من 13.5 لل 40,000 توصل الصوبه. بعالم تشتري ما تسال تشتري، وبيجيك الفقير ما يقدر قاعد يعني يروح يشتري مستعمل، يروح على سوق الجمعه يشتري. وحسب عاد يعني معاك الصوبات مشكله، فوقت تجيك الفقير يقول تقول له مثلا ب 5,000 مو يقول لك هيك حص. يجيك الزنقيل تقول له مثلا ب 25,000 يعد لك حاجه ويضل طالع. وبعدين يعني بيغلى بالاسعار، طبعا الغلاء مو من عندنا، الغلاء تجي من برا، يعني من التجار الكبار، اهل منبيج، اهل جراب.